السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي، ما اشتركش في القناة اشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، قناة ام الاي. النهارده حبايب قلبي هعمل ايه؟ معانا فرخة نيت مقطعة حتت، هي حتت صغيرة مش عاملاها حتت كبيرة زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. مسكتها نضفتها ريشتها حلو وغسلتها ونقعتها بملح وليمون لحد ما جسمها راق خالص، صارت اي دم فيها او اي حاجة فيها او اي زفارة. حلو، بسم الله ما شاء الله معاكم اهي. هنعملها بقى يا حبايب قلبي، هسويها في عرقها وهشوها في الفرن البلد زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. معانا هنا اهوت قرنين فلفل، عاملاهم شرايح كده، وفلفل بتاع برده طرنشات، ومعانا بصلتين كبار عاملاهم طرنشات، ومعانا هنا 3 حبايات طماطم ضرباهم في الكبه بدل ما اعمل كاتشب، ضربت عصير طماطم. ومعانا هنا 2 بطاطس برده كبار زي ما انتم شايفين كده. يا رب بس تكون الصوره واضحه، صفي بس الماء اللي عليهم. ايه يا حبايبي؟ 2 بطاطس كبار عملتهم برضو طرنشات اهمت، ونقعتها بملح وليمون عشان تبقى ايه شده، ايه تبقى حبيت البطاطس ناشفه وحلوه. ومعانا هنا يا حبايب قلبي، معانا هنا بهارات كامله من كلهم، ومعانا ملح ورق لورا. هنبدا بقى نجيب البطاطس بتاعتنا كده نرصها في ارض الصينيه. انا عامله عصير طماطم يا حبايبي، ما عملتش كاتشب لان جوزي تعبان ملوش لا في الزيوت ولا في المواد الحافظه ولا الكلام ده كله، فانا قلت اسويها في عرقها كده ني في ني كده واحمرها في الفرن. انا هسويها على البوتاجاز لحد ما تنشف من عصير الطماطم ومن كله، يكون انا قدحت الفرن البلدي، احطها في الفرن البلدي احمرها في الفرن البلدي. فقلت اعمل 2 بطاطس في الارضيه كده هيبقوا شاربين من المرقه اللي انا هعملها دلوقتي، وهناكلهم برز او بعيش يبقوا حلوين قوي كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. نجيب ايه نص بقى الفلفل بتاعنا، ونجيب نص البصل، قلت ان هو ما بياكلش خالص واكلته ضعيفه خالص وحاسس بدوخه، فقلت ايه اعمل فرخه كده في عرقها كده واحمرها في الفرن عشان نبعد عن اي زيوت او اي حاجه خالص انها تتعب. نبدا نرص بقى الفرخه بتاعتنا. نعم يا طب هات عشان انا بصور. يا انا قطعتها 6 حتت يا حبايبي، يعني مش عاملاها 4، مش عاملاها 4 ارباع، انا عاملاها 6 حتت زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. رصينا الفرخه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، يعني ايه حجمها مش مخلي الصينيه واخداها، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ليا وليكم لامه محمد اجمعين. هبدا بقى تاني ارجع ارص باقي الفلفل وباقي البصل عليها كده يا حبايبي. اهو رصنا الفلفل وهنرص باقي البصل برده زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. بدل ما احط عليها ميه بقى واحط عليها زيت زي ما بنعمل في الفراخ العاديه، لا انا هحط عليها عصير الطماطم بس، مش هعمل اكتر من كده. معانا ورق اللور بتاعنا اهو، ودي الملح والبهارات بتاعتنا عشان تبقى شاربه من ايه من الحدق بتاعها وتبقى حلوه كلها زي بعضها. هنسويها بقى في عرقها على البوتاجاز بعصير الطماطم ده، مفيش اكتر من كده، والبصل والفلفل هينزل ميه برده عامه، بس انا عامله عصير الطماطم عشان يديلها بس ايه لون حلو كده بدل ما احط كاتشب، والكاتشب فيه مواد حافظه زي ما قلت لكم، فما ينفعش احط كاتشب عشان كده. حبايب قلبي بقت الصينيه بتاعتنا جاهزه مفيش فيها اي حاجه، هنغطي عليها ونحطها على البوتاجاز تستوي في عرقها كويس لحد ما اولع الفرن، واطبخ الرز على الكانون وايه وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي انا جيت خلاص اهوت ولعت الكانون اهوت على الرز، هنطبخ الرز بتاعنا بقى اهو، مولع الفرن اقدحه عشان احمر صينيه الفراخ بتاعتنا، على ما اخلص اكون يستوت على الكلاب. يا دوبك ولعت الكانون لقيت واحده جت تنده عليا كانت طالبه مني فراخ بيضه صغيره، يا دوبك ولعت الكانون بس كلها تبترين، رحت جري اديت منها وسبت الكانون.
جيت لقيته قرب يطفى، الحمد لله يعني ما حدش يطفى قوي. الزبائن اللي بتجيلي ما بتجيليش الا وقت ايه، اما بكون مولعه الفرن او الكانون واتضايق اول ما الاقي زبون ينزل عليا. بس هو عشان اكل عشاء فلازم يعني ايه الف طلبات الناس، ما تاخرش على حاجه. الحمد لله يعني جيت لقيت الكانون لسه ولا حاجه بسيطه كده عشان بس الرز ما يبوظش. ادعوا لي يا حبايب قلبي انا كنت مستنظره البنكود يعني ممكن خلال اسبوع او 10 ايام يكون البنكود وصل، فادعوا لي بقى ان البنكود يجي عشان القناه بتاعتي تشتغل وجبت ارباح كويسه، فربنا المستعان بقى يا رب يرضيني منها يا رب ويرزقني. بالله عليك يا حبايب قلبي عشان بس المشاهدات بقت وحشه خالص خالص، يعني تحاولوا ان انتوا تساعدوني قدر الامكان ان القناه تبقى مشاهداتها عاليه شويه لان المشاهدات بتاعتها وحشه جدا. يا ريت تدعموني وتفضلوا معايا كده على طول. والله اي فيديو بعمله باخد مني وقت وباخد مني مجهود عشان ابقى معاكم على طول ونستفاد من بعض في كل حاجه بنعملها، بياخد مني وقت. يعني ما تفكروش ان الفيديو بياخد 7 8 دقايق اللي انا بنزلهم، لا الفيديو ممكن ياخد ساعه او اتنين على ما انا اعمله. بس يعني النفر بيعمل ايه، حاجات معينه كده ما بيجي منش الفيديو، حاجات معينه كده بينزلها عشان الفيديو ما يبقاش طويل على اخره. انما بالنسبه للروتين اللي النفر بيعمله بياخد وقت جامد جدا جدا، والله ما مش بيخلص 10 دقايق يعني. يا ريت بالله عليكم يعني فضلا منكم ليس امرا تقدروا يعني مجهود وتعب برضه تقفوا جنبي لحد ما القناه تكبر برضه ويبقى لي منها ربح، لان انا فعلا يعني محتاجه الربح من القناه. انا بكلم اخواتي وحبايبي يعني مش انني بداري عليكم حاجه، فعلا والله انا محتاجه الربح من القناه لانكم كلكم عارفين الدنيا بقت صعبه جدا جدا، وانا معايا 3 اولاد محتاجين علام ومصاريف، ومعايا محمد زي ما انتم عارفين محتاج مصاريف كتير عشان عينه، فربنا المستعان يعيننا جميعا يا رب ويرزقنا. قران المغرب بدا اهوت، يا دوب بس اولع الفرن عشان احمر ايه الفراخ الفرخه بتاعتي. ينشف شويه يا حبايب قلبي كده، ما عدناش عايزين اي حاجه تحت منه. شويه النار ده مثلا هيرشف شويه الميه اللي حاطين فيه، ما عرفتش احط تحت منه النار بقى عشان ايه ما يتحرقش مني. برص الطب ده قدام الكانون عشان ما فيش اي ايه طيور تخش الكانون تطلع نار منه او تولع او كده. كده خلاص هينشف نفسه بنفسه. نبدا بقى نولع الفرن يا حبايبي.
شويه طماط كده من الفرن عشان النار لما تولع تبقى ايه تشعل فوق كده تحمر وش بتاع الصينيه بتاعتك. هزعجن بقى شويه عيش بلدي كده واخد خبزه كتيره كده معاكم ان شاء الله، بس كده لما نشوف الجو هيثبت عليها هيروق ولا هيفضل نضل نوشه كده علينا لان الجو بيكون فيه هواء او فيه شتا ما بعرفش اخبز الفرن البلدي لان الماء بتنزل هنا من العرش ده والماء بتنزل هنا في المكان ده وبتبهدل الدنيا، فلو فيه شتا او فيه هواء ما بعرفش اشتغل في الفرن او اتكلم. يا رب تبلع بقى ما تنحنيش زي الاول كده. هانت يا حبايب قلبي ما عادش الا كلها شهر وشويه او شهرين اهم شهرين على رمضان، فربنا يعني ايه يجعل شهر الخير علينا يا رب كده وخشت علينا كده بخير، ويلخوا قوت المسلمين يا رب والحاجه ترخص عشان الناس، لان الحاجه لو فضلت غاليه كده الناس في رمضان مش هتقدر تصوم والله. الواحد يبقى صايم طول النهار ويجي اخر النهار مش عارف يجيب حاجه لبيته ولا لافطاره، فكده العمل هيبقى صعب قوي على الناس ومتأذن جامد كده، فربنا يسترها معانا ومعاك يا رب. نبدأ بقى نحط الخشب بتاعنا عشان ايه الخشب على ما يدق النار تمسك خير، تقوم ماسكه الخشب الاخر عشان يولع بسرعه ما يدقش معانا، عشان هنحمر الفرخه على الرايق كده ما يكونش الفرن مدخن، لان الفرن لو مدخن بيخليها مدخنه تبقى حته دخان، فمش عايزه يبقى حته دخان، عايزه الفرن تبقى ناره هاديه ورايقه خالص عشان ما تبوظش الدنيا. هو الفرن مش ولع بس وخلاص، لازم تكون ناره رايقه عشان ما تبوظش الحاجه. كده لما تولع اهو يا حبايب قلبي على ما النار بتاعته بس فيه ده كده وتبقى كويسه، يكون انا جبت الفرخه بتاعتنا واجي انتظرونا محدش يروح بعيد هجيب الفرخه بتاعتنا واجي.
زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي رجعت لكم تاني اهو. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده عملنا صينيه الفرخه بتاعتنا. الفراخ بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله، شايفين الحمار بتاعها هادي وجميل خالص اهو بدون زيت او سمنه، وعملنا احلى صينيه فراخ يعني. بصوا من الاخر كده حاجه فاخر من الاخر، بسم الله ما شاء الله، لا فيها زياده ولا فيها دهون ولا فيها اي حاجه. وزي ما انتم شايفين تحت منها رقه البطاطس بتاعتنا استوت خالص اهي، شايفين البطاطس بتاعتنا مستويه خالص اهي، يعني البطاطس مستويه خالص اهي، والفراخ بتاعتنا برده كمثل اهي يا حبايبي مستويه خالص، شايفين حضراتكم كده بسم الله ما شاء الله، يعني بألف هنا وشفا للي ياكل حاجه وكده. يعني حافظت على ولادي من الكوليسترول والحاجات ده، لا فيه لا زيت ولا سمنه زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كويسه جدا جدا، والفرن البلدي يعني كمان طعم ونكهه مفيش بعد كده. ربنا يصلح ما بين ايدينا يا رب، وبألف هنا وشفا للي ياكل حاجه. وكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.